بوجوه ترتدي وشاح الحزن وقلوب يحفزها الوجع، أقيمت مراسم تشييع جثمان المخرج السينمائي لؤي فاضل في بغداد في مقر نقابة الفنانين العراقيين. المخرج الشاب الذي غيبه الموت عن عمر ناهز 40 عاما بعد اختفائه لنحو أسبوع، عثر لاحقا على جثته في نهر دجلة في بغداد، وهو ما يرجح فرضية القتل، ليشكل رحيله حالة من الحزن الكبير التي خيمت على ذويه والأوساط العراقية لا سيما الفنية. للأسف أنه اليوم رحل لؤي، للأسف فنان شاب يافع متطلع مبدع خسرناه بصراحة، جدا خسرناه وشيعناه لما ثواه الأخير، وما أقدر أقول إلا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لا نفهم ما الذي حصل، لأنه لؤي إنسان وطني عراقي يحب العراق، ليس له اختلاف مع أي جهة سياسية تماما، وليس له اختلاف مع أي جهة أخرى، ليس له اختلاف مع أناس آخرين، رجل مسالم يحب الناس وحيوي ويحب الحياة ويحب الفن ويحب السينما ويحب المسرح ويساهم حتى معنا. وبينما تمنع العبرات البعض من الحديث، يستجمع آخرون قواهم من أجل المطالبة بكشف الحقيقة الخفية وراء موت المخرج الحائز على جوائز محلية ودولية. احنا نطالب بين لؤي فاضل، ليش وصل هاي المرحلة وليش فقدناه ولقيناه بالمي؟ نريد احنا نريد حقه، بس لا اكثر ولا اقل. هو بعد راح، ما عندي غير كلام، بس الله يعين اهله والله يعين الوسط الفني، ومثل ما قلنا انسان طيب. لؤي فاضل ربما طالته آلة القتل لأنه لم يكن يعزف على أوتار الدمار في بلد لا تستثني أيادي الغدر فيه أي إنسان وإن كان فناناً.